السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة عن الشات الاندرويد. الموديل اللي معانا النهاردة MTK XY من شركة HSH. ازاي اعرف السيستم بتاع الكاست عندي او الانفو بتاع الكاست؟ خش على الاعدادات، هجيب سيستم انفو، هيجيب لي كل حاجة عن الجهاز طبعا، اللي هو نوع الاندرويد، سيستم اندرويد كام، الكلام ده كله. الوقت الفيديو ده لحل مشكلتين. اول مشكله في حاله ان انا ثبتت لوجو، وليكن دخلت على الاعدادات جبت لوجو سيتنج، دخلت على الانتريال لوجو ثبتته، وليكن ده لوجو، عملت سيت لوجو، فصلت كونتاكت وشغلت تاني، بس طبعا بعد مده ساعه ساعتين نص ساعه باجي ابص بلاقي الكاسيت عندي او الشاشه بتخش على اخر حاجه انا كنت سايبها. تمام، دي مشكله بسبب ان الكاسيت بيخش في وضع اسمه وضع السليب مود. السليب مود اللي هو بيفضل الكاسيت شغال او الشاشه شغاله، وبيفصل لي بس الاضاءه بتاعت الشاشه الخارجيه، لكن الكاسيت والشغل والبروسيسور لسه بيسحب كهرباء. وبرده ده بيتعرضك لمشكله تانية، ان انت ممكن تخش في ان البطاريه بيحصل لها استنزاف. فالفيديو ده لحل المشكلتين دول، اللي هو استنزاف بطاريه وعدم ظهور اللوجو بعد مده قصيره. تمام، فازاي احل الوضع ده؟ عشان احل الوضع ده لازم اخش على السيتنج واجيب فاكتوري، باسورد 4 8، اضغط اوكي، اجيب انجينير تيست، اضغط عليها. الباسورد المستعمل هنا 26959910، انتر. هلاقي في هنا بيقول لي يوزر مود واخر وضع دايركت شوت داون مود. المفروض ان انت تكون شغال على الوضع ده، انت الجهاز عندك هتلاقيه شغال على الوضع ده، اللي هو مهما افصل مده ساعه ساعتين بيرجع على نفس الحاجه، ما بيظهرليش اللوجو او بيديني على اخر وضع انا كنت سايب في الشاشه. لو خليته مثلا على الدايركت شوت داون مود هيقفل بعد 40 ثانيه 45 ثانيه الجهاز كامل ويقطع عنه كهرباء. تمام، اوكي كده خلاص ثبت على الوضع دوت. اعمل باك، ابتدي افصل كونتاكت. لو هنعد مع بعض الثواني، المفروض معاك بالظبط 45 ثانية. كده عدى دقيقة بالظبط، نرجع تاني لنشغل الكاسيت. ده بالنسبة لك يبقى كونتاكت، اللوجو ظهر والفكرة كده شغالة. بس كل اللي عليك دلوقتي انت تخش على الاعدادات، تغير الوضع بتاع الانجينير تيست بالباسورد المستعمل اللي انا اكتبه لك على الشاشة، وتخليه على وضع الشوت داون او الايقاف التام. كده الجهاز هيشتغل معاك. كل ما تقفل الكونتاكت بعد دقيقة بالظبط هيبتدي الكاسيت يفصل معاك فصل تاني.